أهلا بكم. في كل عيد يرغب المقيمون والعاملون في القاهرة والمدن الكبرى في زيارة الأهل والأحباب في قرى ونجوع مصر. يزداد التزاحم طبعا على وسائل المواصلات. أهالي الصعيد بيجدوا صعوبة بالغة في السفر خاصة في الأعياد نظرا لبعد المسافات والتي تصل أحيانا إلى أو حتى تتخطى 1000 كيلومتر. قطارات الصعيد لم تعد تعمل بكامل طاقتها منذ أحداث الرابعة العدوية في أغسطس من العام الماضي، بالإضافة إلى صعوبة الحصول أصلا على تذاكر للسفر وحديث البعض عن وجود سوق سودا لها خاصة في أيام المواسم تنشط جدا، مما اضطرهم الى اللجوء لشركات النقل الخاصه التي اصبحت تستخدم الاتوبيسات السياحيه في نقل الركاب، مستغلين طبعا حاله الركود السياحي التي تشهدها مدن الاقصر واسوان. نشاهد في هذه اللقاءات تفاصيل هذه التجربه، ولكن بعد ان نرحب بضيفي في الاستوديو الاستاذ علاء حافظ رئيس لجنه سياسات النقل بالاتحاد المصري للغرف السياحيه سابقا. اهلا بحضرتك يا فندم. اهلا وسهلا. نشوف مع بعض الفيديو ده ونبدا الحوار. يعني احنا نبات هنا لو باتنا برضه مش هنلقى تذاكر، يعني بيقول لك معاك للساعه 6 الصبح. هنروح يعني انما احنا وعيالنا، عيالنا قاعدين على صيف هناك وشنطنا وكل حاجه. ليه ما يوفروش مثلا، المواصلات دي؟ ليه ما يوفروش التذاكر؟ انا اجي له من الصبح يقول لي ما فيش تذاكر. ناجي حمادي ليه طيب؟ احنا هنبات كده طيب؟ احنا ما او اخد لي عربيه ثاني من الجنيه عشان تروحني ثاني المرج، ولا هعمل ايه يعني؟ يعني احنا تشوفوا لنا حل والنبي، عشان احنا عايزين نشوفوا ايه الحل. لسياده الوزير تكلموه وتقولوا له الزحمه دي ما تنفعش، يعني وفروا مواصلات للناس. الناس دي بيكونها 5 6 اشهر بتشتغل وعايزه تروح لعيالها، عايزه تروح تعيد مع عيالها. يعني اللي يروح بكره ولا بعد بكره مش هل... يعني هيقعد بكره ولا بعد بكره مش هيلقى مواصلات، هيبات هنا. يعني هيعمل ايه؟ والتذاكر بتتباع في السوق السوداء ليه؟ التذكره اللي كاتب 70 ولا 80 يقول لك 140. طيب ليه؟ ليه طيب؟ نجيبها من يعني الواحد اللي جاي شغال ده يدفع له 140 جنيه في المروح ليه؟ ما فيش يا عم، احنا لسه جايين من المحطه دلوقتي اهو بالشنط، لسه جايين بالشحطه وهنا ما فيش برضه. يعني في ناس بتتباع بره في السوق السوداء، بتتباع في السوق السوداء، بتتباع في السوق السوداء. احنا كذا مره قلنا عشان نحجز ما فيش حجز خالص. هو في حجز؟ طب ده في الترعه زي السوق. طب انا احنا نتعور يا راجل؟ والله ما في اكسجين، يعني شوية أكسجين تقعد في القطر ما فيش، عايز تموت عشان توصل الصعيد، عشان توصل الأقصر، والقطر 14 ساعة. طب ازاي هنركب من فين؟ القطر زاحم موت موت، ما فيش ما فيش نفس. ركبت اتلزيت وقعت دلوقتي، والله ما في ولا أتوبيسات ولا قطار ولا أي حاجة. ومن امبارح احنا هنا ما لاقينيش مواصلات واصل، المواصلات ما فيش. الاتوبيسات ديت، الاتوبيسات دي برضه ما فيش. رحت قال لي ما فيش، اخر موعد 8:30 الاقصر ما فيش تاني، فيش ما لاقيش. طب والفلوس الاتوبيسات غاليه ولا كويسه؟ 100 جنيه التذكره الاقصر، 100 جنيه. احنا من 14 اغسطس ساعه ما القطر وقف، احنا الحمد لله اللي شلنا القطر، والحمد لله التذكره بتاعتنا موجوده واحنا ما بنزودش. احنا الاتوبيس لغايه اسيوط ب 50 جنيه ولغايه اسوان ب 110 تذاكر مكافأة. الناحية التانية في أي حتة بيعملوا أسيوط الميكروباص ب 90 جنيه وب 80 جنيه، وأنا لغاية دلوقتي ب 50 جنيه. في نقطة إن بفهمهم وأقول لهم إنه بلاش استغلال في فترة العيد دي بالذات. يعني وحدوا الأجرة بتاعتكم زي الأيام العادية. يعني هي في العيد زادت شوية؟ بتزيد يعني إحنا أنا في مرة جيت فيها ب 65 من الأقصر. ورجعت بينها برضه هنا ب 80 وب 85. انا هذا ب 90 والله. طبعا القطر اريح، يعني القطر طبعا فيه امكانياته اريح من الاتوبيس بكثير. تمام، بتاخذ راحتك بتتمشى فاهمني، بتخش الحمام. لكن القطر طبعا الاتوبيس طبعا تكلفه على المواطن اكثر من تكلفه القطر. يعني القطر تذكره موحده 60 جنيه 70 جنيه في المخصوص ده. تمام، ادري ايه تتمشى معاك يعني كده بتكفيكش 200 جنيه في السفر الواحده بس، يعني كتير بصراحه. يعني كل الحاجات اللي بنقراها في الجرايد ان خلاص السوق السوداء والمافيا التذاكر كلها موجوده لغايه دلوقتي زي ما كان. فما جت حكايه الثوره جميع الاتوبيسات اللي عنده 10 اتوبيسات عنده 20 اتوبيس، فالحمد لله كله جه عندي هنا. اتوبيسات السياحه، اتوبيسات سياحه 2006
و2008 و2009 ان الناس دي عندها مسؤوليات، عندها سواقين وعندها عمال. يعني النهارده في شركه سياحه النهارده عندها 10 اتوبيسات ومفيش شغل سياحه، طب يروح فين؟ يدي منين المصاريف للناس؟ كنا في السياحه طبعا عمرنا كله، وجت الثوره دي دعكت الدنيا، الشركات مشتنا ولا معاشات ولا مرتبات ولا حد سائل فينا، الا جينا في الاخر الشغلانه اللي شايفها حضرتك دي انا بس. الدوله مهمله الراكب بتاع الصعيد، احنا عاوزين نقارن نفسينا. النهارده انا عندي 1500 موظف مؤسسه، عاوزين نقارن نفسينا، عاوزين ندفع فلوس للدوله، عاوزين ندفع على التذكره عشان ما حدش يكلمنا. شغالين نحمل بالنفر وتاجي طبعا الحكومه سايباك طبعا عربيه سياحه وممنوع، ولو مش ممنوع برضه ملوش دعوه برخص ولا غير، المهم فلوس ومحاضر وبس. عندك بيعملوا لك محضر عشان انت مركب مصريين، بيعملوا لك مخالفه، مخالفه فوريه بتدي من 100 ل 500 وانت ماشي كده بالطريقه دي، رايح جاي معاك ما معكش رخص مش مهم، المهم الفلوس. اسمح لي استاذ علاء ان اذهب سريعا للمهندس سمير نوار رئيس هيئه السكك الحديديه. اهلا بحضرتك مهندس سمير. اهلا وسهلا يا فندم، كل سنه طيبين. وحضرتك طيب. طبعا في مشكله كل سنه الناس ما بتعرفش تروح لاهاليها عشان تعيد معاهم، دي مشكله متكرره كل سنه، ومشكله وجود السوق السوداء موجوده برضو كل سنه في الاعياد. بتعملوا ايه علشان الموضوع ده ما يتكررش يعني السنه الجايه مثلا ولا العيد الجاي؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الاول اقول كل سنه طيبين لشعب مصر بالكامل، والحقيقه الفتره بتاعه العيد بتبقى ازمه بتتكرر كل سنه مع الاسف، ان طبعا المعروض محدود بخلاف الطلب اللي بيتحدد يوم السفر بيبقى يوم واحد قبل يوم الوقفه. مهندس سمير. ايوه يا فندم. اتفضل يا فندم كمل. اللي بقول لحضرتك ان احنا طبعا بخلاف القطارات اللي هي موجوده في جدول التشغيل بالنسبه لقطارات الوجه القبلي، احنا شغلنا 24 قطار اضافي خلال فتره العيد. بس يبدو ان ده ما حلش الازمه، لان الازمه موجوده ومتفاقمه. ما انا بقول لحضرتك ان الحجم الطلب كبير جدا، لان بيبقى في يوم واحد تقريبا او في يومين. طيب بما انه الحجم الطلب عاده بيكون دايما كبير يوم الوقفه، ليه ما بتعملوش استعدادات خاصه بس باليوم ده؟ ما انا بقول لحضرتك احنا بنشغل قطارات اضافيه بالاضافه الى ضم عربات علاوه على القطارات الشغاله بالفعل. يا فندم ما انا برضو بقول لحضرتك انه الشارع المصري شايف انه ده ما حلش الازمه، يعني الرقم اللي انتوا زودتوه ده مش كافي. ما انا قلت لحضرتك هي ازمه، في بدايه كلامي قلت لحضرتك هي ازمه. ولكن هي المشكله كلها إيه بقى إن هو توزيع يعني ايام السفر إيه بتتعمل في ايام محدود، في ايام محدود يعني قبل العطله للاسف بتبقى في يوم واحد او في يومين بحد اقصى. طيب. حجم السفر ضخم جدا. طيب. دي ازمه بتمر بيها السكه كل سنه، ورغم هذا انا قلت لحضرتك ان احنا بنشغل قطارات اضافيه بالاضافه الى الجدول الفعلي بتاع التشغيل. واخد بال حضرتك؟ ورغم هذا سيك حي شايل عبء، فعلا عبء كبير جدا بالنسبه لموضوع السفر. والحمد لله احنا تقريبا لقينا اخواننا في الوجه القبلي، اذا كان اخواننا في الصعيد او النوبه، احنا شغلنا كمان اربع قطارات للنوبه من اسكندريه ومن القاهره، ده بالاضافه للقطارات اللي قلت لحضرتك اللي هي قطارات الاضافيه. طيب بالنسبه للسوق السوداء بقى، بص يا استاذ، القطارات اللي موجوده في الجدول بيتم الحجز عليها قبل ميعاد القطر ب 14 يوم. يعني ممكن كل مواطن يصرف اي تذكره من اي محطه من محطات جوده السكه الحديد قبل ميعاد السفر ب 14 يوم، وده مفتوح لجميع الناس. يقدر يحجز عن طريق اللي هو الاي تي ام، او عن طريق اللي هو انترنت، او عن طريق اللي هو شباك التذاكر الموجود في محطات السكه الحديد. دي حاجه. القطارات اللي هي الاضافيه دي بيتم الحجز عليها في ذات اليوم يوم السفر. الحجز أيوة. عليها يوم السفر. واخد بال حضرتك؟ ده عشان برضو الحد من السوق السوداء والمنع اصلا بالنسبه للمتاجره فيها. طيب انتوا حاولتوا في سنه من السنين ان انتوا تخلوا التذاكر بالرقم القومي. ده بيحصل يا فندم. ده بيحصل فعلا دلوقتي بالنسبه للقطارات الاضافيه في محطه القاهره والجيزه فقط لا غير، اللي بيتم قفل الحجز عليهم اصلا خلال فتره ما قبل العيد. طب اذا الناس بتشتري تذكره بالرقم القومي، السوق السوداء موجوده ليه؟ ازاي؟
طبعا بيتم مقاومه موضوع حكايه المتاجره بالتذاكر في السوق السوداء، ان هو بالتنسيق مع شرطه السكه الحديد، وتم القبض فعلا عدد كبير من الناس اللي بيتاجروا في موضوع التذاكر، واتخذت الاجراءات القانونيه بشانهم. الناس دي من جوه الهيئه ولا ناس عاديه من بره الهيئه؟ والله اتاخد ناس من بره الهيئه ومن جوه الهيئه. بس انا فاكره كمان انه كان الناس بتشتري بالرقم القومي بتاعها، ما تقدرش تشتري اكتر من 2، فازاي هتاجر فيهم؟ اللي هي الحد الاقصى بالنسبه للتذاكر من طرف كل راكب، اللي هو حد الاقصى 4 افراد ما يزوش، عشان يبقى فيه فرصه لكل راكب يلاقي تذكره برضه على الاطراف. طيب انا بشكرك شكرا جزيلا مهندس سمير نوار رئيس هيئه السكك الحديديه. هبدا معك استاذ علاء. المشكله دي بتتكرر كل عيد، كل عيد الناس ما بتعرفش تروح لاهاليها، كل عيد في سوق سودا، كل عيد الناس بتدفع مبالغ، ناس البسطاء جدا بتدفع مبالغ طائله عشان تروح. وليه بقى ما فيش كل عيد محاوله جديده نحل بيها المشكله لغايه ما تتحل؟ هقول لك حاجه، هو اهم حاجه العنوان الرئيسي المواطن البسيط ده اللي بيشتكي المشكله دي ما تحصلوش السنه الجايه. يعني نتعامل معاه كانه بني ادم بيشقى السنه كلها علشان يجمع اذا كان عنده مدخرات يروح لاهله يعيد معاهم يرجع، زي ما بيحصل في اي بلد ثاني. فاذا احنا، وانا اعتقد الحكومه بتفكر بالطريقه دلوقتي، يعني الحكومات السابقه ما كانتش كده، دلوقتي احنا بنفكر بالطريقه دي. المواطن البسيط هو اهم واحد. سكك حديد مصر زي اي جهه ليها طاقه قصوى، فما نقدرش نقول له عشان نكون منطقيين، لا استثمر بحيث ان في قطارات وعربيات، عشان لما يجي عندك مواسم لمده مثلا زي قلنا في السنه حدها اقصى 30 50 يوم القطارات دي تبقى موجوده تخدم الركاب والركاب مبسوطين، وعندك بقيه السنه بقى 10 شهور الاستثمارات دي سيبها مركونه. ده مش منطق اقتصادي حتى بالذات في اليومين دول. وبرضو النقل بصفه عامه ما بيفكرش كده، يعني مثلا مصر الطيران ما يقدرش يجيب طيارات عشان موسم الحج يبقى دايما شغال والجداول بتاعته الثانيه شغال، بيعمل ايه؟ بيأجر من بره. طيب بيفكر بره الصندوق، بيتصرف. فاحنا عندنا مشكله مزمنه من فتره طويله قوي. ففي افكار كتير، ناخد مثلا من ضمنها ان احنا نبتدي نفكر نقول الدوله عندها امكانيات، مؤكد عندها امكانيات. بس امكانياتها كلها بتشغل بكفاءه القصوى بتاعتها في اماكنها، احنا عايزين بقى نشتغل بفاعليه، بمعنى ايه؟ احنا زي ما حضرتك قلتي قبل الهوا، احنا عندنا كام واحد بيسافر كل يوم في 365 يوم في انه اتجاه؟ كنت بسال حضرتك الناس عددها قد ايه اللي بتسافر تقريبا. اذا كان في احصائيات بتقول ان المصريين اللي جوه المحافظات الكبيره بتروح للقرى والمحافظات الصغيره في العيد بنسبه كذا، وبالتالي نبدا نفكر هي بقى محتاجه كام كرسي في انهي قطر وفي انهي اتوبيس علشان ترجع. بالظبط، هي قصه بقى ايه؟ ان احنا عايزين جهه ما تبقى فوق شويه، يعني على الماكرو ليفل، ما يبقاش بقى سكك حديد مصر، لا جهه اخرى ترصد سنه كامله 365 يوم من بكره الحركه النقل خارج المدن في كل مدن مصر شكلها ايه يوميا على مستوى اليوم. مش بس كده كمان، ده هو عاوز يشوف، لان الاعياد الدينيه بتتحرك، يعني كل 11 يوم بيحصل تاخير للاعياد الدينيه، يشوف كمان المواسم الدينيه غير المواسم العاديه الرسميه، غير الاجازات السنويه، غير اجازات نص السنه، يشوف الحركه كلها ماشيه ازاي. هتتعمل مره واحده كل سنه يتم تحديثها. نيجي نشوف طب الدوله عندها امكانيات ايه؟ عندها سكك حديد مصر طاقه نقليه عدد المقاعد اكس. طيب احنا مش محتاجين اكس، احنا محتاجين اكس زائد 100. هو عنده كمان شركات النقل الجماعي المملوكه للدوله، شرق الدلتا وغرب الدلتا وخلافه. امكانياته الطاقه النقليه ايه؟ طب هو احتياجاته ايه؟ يعني هل النهارده في العيد الكبير كل الناس رايحه الساحل الشمالي على طريق غرب الدلتا مثلا؟ لا، ده احنا بنحتاج كذا اتوبيس من المتاح، الباقي اخده عيد توجيهه للحتت اللي فيها ازمه وهكذا. طيب مش كفايه الدوله عندها شركاتها العامه ووزاراتها عندها الطاقه النقليه 8000 اتوبيس بيبقوا في الاجازات واقفين، طب ما انا اخد منهم برضه واشوف اغطي بيهم وهكذا. طب ما مش كفايه، هقول بقى والله انا من السنه الجايه انا عندي طاقه نقليه محتاجه 10000 اتوبيس في العيد الكبير، 10000 كرسي، اعمل مناقصه من اول السنه.
يا قطاع يا خاص تعالى قدمه، انا في العيد الكبير من فتره كذا لكذا، مين عايز غد ويمضي معاه عقود يجي وقت العيد ينزل يشتغل. يبقى احنا حلينا المشكله من جذرها. طب استاذ علاء، يعني الكلام يبدو انه سهل وبسيط اهو ومنطقي وكل حاجه، ما بيتنافسش ليه بقى؟ يعني انا هقول لحضرتك الحقيقه، يعني اللي انا شايفه ورصده من احتكاكي هو حاجات كتير جدا بتنافس فرض الواقع. لكن اللي بيتقال ايه بقى؟ لما بتيجي فكره زي كده لو الحكومه شافت ان هي فعاله بتروح واخدها منفذها على طول. لكن انا متفق معاك، يجب ان نبدا ونبدا فورا. عندك سياحه مش موجوده للاسف، وبالتالي كل اتوبيسات السياحه مش شغاله، وعندك ناس مش لاقيه حد يوديها من المكان ده للمكان ده. هو الحقيقه السياحه ابتدت تبقى موجوده، ثانيا في حاجه ثانيه مهمه، في حاجه ثانيه مهمه، الموضوع برضو بتاع السياحه متشابك، خلينا نكون صراحة. اولا عندنا موسم حج، ففي اتوبيسات طلعت في الحج، وده موسم الحج هو ما نفس موسم العيد الكبير، بس انا عندي كمان موسم العيد الصغير فيه مشكله ما بقاش فيه حج، لكن ممكن تستخدم. فعشان كده بقول لحضرتك من الاول خالص انا ابتدي اخد اخر حد اخد منه السياحه، لان السياحه احنا عندنا برضو تحدي ان هو جايب الاتوبيس بتاعه عشان يشتغل سياحه. اخر حد تاخد منه السياحه، بس انت بالزبط. عندك اختيارات تانية، ما احنا اللي قلنا عليهم بقى. بالظبط، عندنا كتير. ما هو كتير. هو السؤال ليه؟ لانه الموضوع متعلق بالغلابه بصراحه كده، لان الناس يعني الموضوع متعلق بالبسطاء وبالغلابه، فيعني خلاص هم بيعانوا يومين، جرايد تكتب يومين عن المعاناه ديا، وبعد كده خلاص بقى الموضوع بيتنسي لغايه العيد اللي بعده، فيعانوا ويتبهدلوا يومين، والجرايد تكتب برضو يومين بعدها وخلاص. والله الحقيقه اللي انا كلمه حق، يعني الحكومه الحاليه ما بتفكرش كده، بدليل لما حصل مشكله بتاعه الناس اللي في شارع سليمان باشا وسط البلد، يعني بيحاولوا يحلوا مشكلتهم، بيخترقوا المشكله. الشغل بتاع زمان طفايه حريق وطفي الحريقه وبعدين لما تولع تاني بيطفيها، ما بقاش موجود دلوقتي. دلوقتي بيخش الجذر، بيدخل في جذر المشكله يعني وبيحلها. القطاع ده تحديدا حتى طفايه الحريق مش موجوده، عشان بتتسرق. مش الطفايه الحقيقيه، انا مش في الحكومه فمن الحقيقه اقول الحقيقه، يعني بتتسرق. لكن انا عايز اقول لحضرتك ايه، الحكومه الحاليه واعتقد اي حكومه جايه ما عندهوش غير اختيار واحد، يقتحم المشكله، يخش لغايه جذرها، يفكها، يحلها حل جذري ويخلص منه عشان يفوق للي جاي. لكن انا متفق تماما في ان البسطاء هم دوله رجل الشارع العادي، ده اهم واحد يتخدم النهارده. طيب ليه الحكومه ما بتعملش حاجه ثانيه بقى؟ انها تسيطر على السوق السوداء، تسيطر على الناس اللي بتستغل الموقف ده وبتعلي على الناس. احنا شفنا الراجل بيقول انه انا مش عايز حد يستغل الموقف. ده صحيح. راجل بسيط بياع في الشارع عايز يروح لعياله، ازاي يدفع 100 جنيه ده عشان يروح يعني؟ هنا بقى لازم نتكلم بقى الكلام بقى اللي هو ايه مهم. الحكومه عندها امكانيات وسلطه وتفعل، بس المفروض برضو تعاون اكتر من كده. بمعنى ايه؟ النهارده الطيران بتسافري بتذكره طيران باسمك، لو حد غيرك دخل يركب الطياره ما بيركبش، فالموضوع ده لازم يحسم. وانا اعتقد سمعت قريب ان السيد وزير النقل ادى توجيهات ان هو يبتدوا يفعلوا هذا الموضوع. فبس برضه هيقول لك ايه؟ هيقول لك بس احنا المفتش في القطر ما بيعرفش يسيطر. لا، ده انا قبل ما يركب القطر هيقف ضابط ومعاه مخبر وعلى بوابه العربيه اللي معاه تذكره عليها اسمه يركب، اللي ما معهوش بالظبط. كلام بسيط، بس هي بقى القصه دي الموضوع ده بالذات عايز يخلص على طول. بس مع برضه مش هتتحل السوق السوداء الا في ظل منظومه كبيره. يعني حضرتك السوق السوداء اللي بيوجدها ايه؟ ندره العرض. لو كتر العرض من خلال اللي بنتكلم فيه اي حل تاني هتختفي السوق السوداء، اللي معاه تذكره مش هيعرف يبيعها. طيب انت حضرتك واضح ان انت عندك امل في الحكومه الحاليه، نامل كبير. انه بما ان عندك هذا الامل الكبير، نامل انه العيد اللي جاي ما يبقاش الناس عندها المشكله دي. هنشوف. اعتقد كده، ارجو هذا. بشكرك شكرا جزيلا استاذ علاء حافظ، رئيس لجنه سياسات النقل بالاتحاد المصري للغرف السياحيه سابقا. اشكرك جزيلا الشكر. اهلا بيك.